الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة. مصر وضعت رؤية شاملة لتطبيق إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، رؤية اترجمت لخطة هتعتمد على تنفيذ مشروعات لتوليد التيار من الطاقة المتجددة لرفع قدرات توليد الكهرباء إلى 42% في عام 2030. وضعت الدولة المصرية رؤية شاملة لتطبيق إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة لتحقيق نتائج ملموسة من معدلاتها. وأظهر تقرير أصدره مجلس الوزراء أن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة الشمس والرياح وصل إلى نحو 7 أضعاف، لتصل إلى 10,400 جيجاوات في الساعة في عام 2021-2022، خاصة أن مصر تتمتع بثراء مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً في مجال الرياح والشمس. خطة الكهرباء النظيفة اعتمدت بشكل أساسي على تنفيذ مشروعات لتوليد التيار من الطاقة المتجددة، وذلك في إطار رفع نسبة الطاقة المتجددة بقدرات توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030. ومن أبرز مشروعات الطاقة النظيفة التي استهدفتها الدولة مجمع بمبان للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، وتبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجاوات. وحيث يعد المجمع الأكبر لتجميع لوحات الطاقة الشمسية بمكان واحد في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن مشروعات الطاقة النظيفة المتصدرة المشهد أيضاً مشروع إنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت بقدرات 580 ميجاوات وتكلفة 580 مليون يورو، بما يعادل 619.79 مليون دولار. ومن أهم المشروعات للطاقة المتجددة محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، إذ تبلغ قيمة العقد المخصص لتنفيذ المحطة 4.3 مليار جنيه وبقدرة 250 ميجاوات. كذلك يتم العمل أيضاً على مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار. وفي الوقت الحالي تستهدف الدولة تطبيق مشروعات الهيدروجين الأخضر بشكل مكثف، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات أجنبية تبلغ 85 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.